السلام عليكم، صباح الخير. الساعة حاليا 9:38 صباحا من صباح الأحد 17 مايو 2020، الموافق 24 رمضان 1441 هجرية. الشارع ده من بدايته هناك لحد احنا ماشيين عليه اسمه شارع بازار. بازار ده عندهم سوق عديل، بازار يعني زي بازار، بيقولوا جلام بازار، بازار جلام بازار. فقلنا شويه نغير من المنظر بتاع الكرتن الجبيل، نعان على الخضره دي اللي هي اعتبروها نموذج لل القطاع الخضري والمسطحات الخضراء والشغل بتاع اللاندسكيب في كوالالمبور. في بينك ما كان شفتها، طبعا بتكلم عن بينك كوالالمبور عشان بيكون كلامي انه بصوره عامه كده. هلا فاسلم عليك يا مصور ده قال لي، وما عشان ده محل تجاري يعني فيه الحاجه دي، لكن شايفين، ولا عشان ده مجمع سكني في الوضع الخضري. بكل لاحظوا في لايفاتي دي انه المكان كله بالجمال ده بالخضره الجميله دي. شايفين الفيس ماسك الناس ديل ملتزمين جدا، ان شاء الله يحصل الالتزام ده في السودان. والله جد انا اهلنا ديل الشيء اللي بيعملوا فيه ده ما عجبني. طيب للناس اللي دخلوا هسه اللايف، زي ما قلنا الشارع اللي وراي ده اسمه شارع بازار. بازار ده هو بازار، هم قاصدين بالسوق طبعا، فاسمه جلام بازار يعني شارع السوق كله كده لحد ما الاقي شارع بودو. الحي ده اسمه حي بودو تقريبا، الجزء اللي هناك، الجزء ما اعرفه هل تبع بودو ولا لا، لانه بودو بيقولوا حي كبير. شايفين العسكريه ديك، دي حرس المجمع السكني ده. دي الحته اللي بنصور فيها جاليري جولا، فيها شقق فندقيه. والله ممكن الحي ده ما يكون حي 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 حي, حي بودو، لانه هنا طبيعه المساكن مختلفه يعني. في جامع هناك ولا ديك محطة بعرف، لأنهم عندهم زي ما شفنا مبارح في لو الناس شافت اللايفات بتاعتهم، اللايفات حق أمس لما كنا في أول أمس مبارح، أنا اللايف كان بس في بلازا الأبيات المول بتاع الإلكترونات ده، لكن أول أمس والجمعة لما كنا في الحتة بتاعت المبنى الهناي، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا لسه نفسي قايم، لسه في بودو، شايفين بودو نفسي قايم. انا كنت ياهو الرياضه بتاعت كل يوم، جزء مشي جزء جكا، فاللايف ده شويه بيعمل ايه ريلاكسيشن قبل ما ابدا تاني. بعمل هسه انا عامل ايز للورك اوت يا جماعه وجد. المهم فكنا في حته بتاعت اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنا في ولمس، كنا في اولد ريلوي ستيشن بتاعت كوالالمبور المعموله من سنه 1919 كتاسيس. هي قبل كده اتعملت، لكن ده الشكل النهائي بتاعها كان 1919 يعني في قرن ال 18. فلاحظتوا برضه انه في زي الغطاء الخضري ده واللاندسكيب هنا في اي حته، ما عنده علاقه بس ان احنا جينا من حته تجاريه ولا حته هنا. شفتوا يوم الخميس الحته بتاعت ولا هو الاربع كان حته بتاعت مسجد نجاره، مسجد نجاره معناها الجامع الوطني. وشوفنا الحتة بتاعت المتحف ذاته بتاعه حوالينا يعني خدار ده كيف. وطبعا لأنه المطر دي يا جماعة امبارح كان صابة من العصر، وقفت لازم الساعة بتاعي دورت بالليل. أنا نمت قريب الساعة 11 خليتها صابة، والصباح لقيتها صابة، صحيت الساعة 5 إلا أو 6 إلا الصبح مع 6 إلا 7 دقائق. شايفين حتى المطر الثقيل عاملة الشغل بتاع حالي قايمه في الشجر. بعدين لسه لو عملنا زوم انت تقول لسه في ندى الصفق، مع انه المطر دي واقفه ليها هي وقفت تقريبا ليها قريبه ساعتين.
لانه هنا من جات 8 كان خلاص يعني شقشاقه كده كان بتخدم. ف احنا هسه مشينا في حته ثانيه, ده اسمه محكوك. لكن الاري دي بودو زي ما شفنا الديستريكت اير بودو. وبنواصل كده في الاتجاه ده كده انتهى القطاع الخضري, دخلنا في المساكن. في تلقوا في شجر قايم طبعا اكيد وحاجه زي دي. اللايف ده كان مخصص بس للقطاع الخضري الفراي ده, فان شاء الله نتلاقى في لايف ثاني. المشي بتاعي, شكرا لكم حسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.